السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في School of Architecture in Egypt. يعني دايما معكم مهندس أحمد باتع، ماستر ديجري فروم بوليتكنيكو دي ميلانو، و ديزاين مانجر ات هوم جيت كونستراكشن. احنا بالنسبه لنا يعني دايما بحب ادي مقدمه كده عن المدرسه المعماريه في الاول. احنا مدرسه كل همها في مصر والوطن العربي، احنا موجودين بقالنا 4 سنين على الساحه، وكل همها ان هي تبدا ان احنا نشير النوليدج اللي احنا شفناها بره مصر في تعاملنا مع المكاتب الاجنبيه وبعض المؤسسات اللي ليها علاقه بالفيلد المعماري بتاعنا. شفنا طريقة فكر مختلف، شفنا طريقة تطوير مختلفة، فيمكن جينا عملنا الكلام ده كده في مصر من خلال ورش عمل ومحاضرات مفتوحة وانفيتيشن لبعض المميزين والاكسبرتس اللي احنا بالنسبة لنا بنعتبرهم يعني موجودين في مصر او في الدول العربية، وبيقدروا وعندهم القدرة ان هم يشيروا their knowledge من خلال different platforms، وان هم اوريدي شغالين في كيانات كبيره زي كده. بنبدا ان احنا نسمع منهم زي مثلا المعماري لوكا كومبري، يعني هو صاحب مكتب لوكا اركتكتي في ايطاليا، من ضمنهم ماريا ميكيفا، من ضمنهم هايك باداليان، انتون بوندرتشوك، شغالين في ديفرنت اوفيسز سكيلز على مستوى الاركتكتشر على مستوى العالم. النهارده يمكن احنا معانا ضيف، قبل ما يكون ضيف هو صديقي، ويعني وفعلا من الناس المميزه جدا اللي الواحد قابلهم في حياته، واللي كان ليه تاثير مع البروفيسورز وكان ليه تاثير كبير مع الاركتكتشر وحبه للعماره والفاشن بتاعه في الاركتكتشر اللي كان ظاهر اثناء دراستي انا وهو الماجستير مع بعض في جامعه بوليتكنيكو دي ميلانو خلال السنوات اللي فاتت. ووجوده معانا النهارده بجد شرف كبير للمدرسه، واللي النهارده هيشرفنا بيكلمنا عن فكره البي اي ام وكيفيه تداوله في مصر وكيفيه تداوله في الوطن العربي وكيفيه تداوله في العالم. احنا بالنسبه لنا بنعمل مقارنات بسيطه، بنحاول دايما نطور ما بننقدش، ولكن دايما عندنا فكره ان احنا بنظهر الناس بتفكر ازاي، احنا محتاجين نطور الموضوع ازاي. ويمكن من اكتر الناس اللي انا بحب اسمع منهم في الجزئيه دي، وهو تخصص بصراحه في الحته دي قوي، وبدا ان هو يركز فيها لحد ما قدر يوصل فيها لحته كويسه مع شركه من شركات العماره على مستوى الاركتكتشر في مستوى العالم، شركه فوستر بلاس بارتنرز، اكيد مش محتاجين نتكلم عنها، ولكن هو قدر يوصل ان هو يحط بصمه قويه هناك. ويعني الموضوع بصراحه قدم منتجات وشارك في عدد من المشروعات الكبيره اللي ممكن هيكلمنا عنها باسهاب النهارده. ولكن يعني انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن احنا كده اظن معايا مهندس معماري منصور كشطه، مهندس معماري ممارس في فوستر بلاس بارتنرز و بيم كوردينيتور هناك في لندن. اهلا بيك مهندس منصور. أهلا أهلا وسهلا، شكرا يا باشمهندس أحمد، وبشكرك على المقدمة الجميلة. يعني أنا ما كنتش أقدر أقول الكلام ده كله، شكرا جدا. انا بالنسبه لي مش عارف، هل احنا كده كده يا جماعه بالنسبه للناس اللي بتسال، انا احب اوضح لكم ان المحاضره مسجله والمحاضره ريكوردد حاليا. يمكن احنا بالنسبه لنا بس خايفين ان في عدد كبير محتاج ان هو يجوين اور ليكتشر توداي، فاحنا بس مستنيين شويه كده، يعني ممكن مثلا على 8 و10 بالظبط مهندس منصور نبدا. يعني انت مثلا لو نبدا مش 8 مشكلة. و10 ان يبقى العدد كله وصل، احنا معانا عدد اكبر من كده، وكان في ناس متشوقه ان هي تسمع من واحد ادى البيم بفكر مختلف او شاف البيم بطريقه مختلفه على عكس اللي بيتم تداولها او على عكس فكر الناس فيها، مش في مصر بس ولكن في الوطن العربي وفي عدد من المكاتب الكبيره اللي نقدر نقول ان احنا بنعتمد في تصميماتهم على الفكر والابداع وكده، ولكن محتاجين ان احنا نشوفها برؤيه مختلفه، محتاجين نعرف ازاي الدنيا تمشي في الجزء ده من لسان مختصين عاشوا التجربة في مكاتب كان فيها experience كويسة ليهم. احنا بالنسبة لنا يمكن ناقص لنا دقيقة، فأظن احنا بالنسبة لنا ممكن دقيقة بالظبط مهندس منصور ونبدأ على طول الليكتشر بتاعتنا. وزي تمام ما قلنا استأذنكم بس يا جماعة بالنسبة للحضور نتأكد من ان المايك مقفول عشان لو هنشارك في الآخر،
ما رضيناش نقفل المايك للناس عشان يشاركوا في الاخر في الموضوع، ولكن كل الناس اللي في الاخر اي سؤال عايزين تسالوه هتقدروا تسالوه بصوتكم، هتقدروا تسالوه عن طريق الشات. وفي نفس الوقت هحب جدا جدا ان انتوا تتواصلوا بشكل مباشر مع مهندس منصور، يمكن يفيدكم طبعا في اي سؤال ممكن، وهو بالنسبه له على اتم الاستعداد لكده. يمكن دقيقه بالظبط ونبدا المحاضره بتاعتنا، فحابب اديك المايك منصور وتقدر ان انت تتكلم لحد ما نبدا الليكتشر بتاعتنا. اتفضل. اوكي، بشكركم جدا على اهتمامكم لحضور التوك دي. او يعني انا دلوقتي مستني دقيقه وبعد كده هعمل شير للسكرين بتاعتي وهنبدا نتكلم على البيلدينج انفورميشن موديلنج او بي مين اركيتكتشر فروم سكتش تو سكراتش تو ذا كونستراكشن، وازاي انا بدات من اركيتكتشر سكول دخلت في التخصص بتاع البيم كوردينيشن. وهنتكلم يعني يا ريت لو المايك بتاعي واضح او يعني الصوت بتاعي واضح، يا ريت حد يقول لي يأكد المعلومة دي، عشان أنا هبدأ من ساعة ما هبدأ الشير أنا هقفل الكاميرا وأحاول على قد ما أقدر أتكلم. شكرا. هبدأ أحاول على قد ما أقدر أتكلم في كل الانفورميشنز الموجودة في البرزنتيشن. وبعد كده أنا بحب جدا كمان لو على آخر التوك أو البرزنتيشن، let's say إن هو conversation between us، على آخر البرزنتيشن أنا هكتب الانفورميشن ديتيلز بتاعتي، مثلا لو حد عايز يتواصل معايا عن طريق الايميل عن طريق الفيسبوك. اكيد باشمهندس احمد هو ضفني عمل لي تاج اكتر من مرة، بس انا ممكن احط كل الانفورميشنز. وانا هبقى مبسوط جدا على التواصل، ومبسوط جدا كمان لو هقدر اساعد اي حد محتاج ان هو عايز فرصة انه حاسس ان هو عنده قدرة ان هو يقدم على شركات من بره. ممكن احاول على قد ما اقدر ادي لكم طريقة التقديم او ازاي الناس حاولت ان هي تقدر تاخد الستيب دي. بعد كده هبدأ اشير سكرين وكمان اوكي برزنتيشن. تمام، انا دلوقتي كده I share my screen. خليني أقفل الكاميرا عشان بتوترني شوية. هو الكلام كده واضح والسلايدز باينه، فنقدر اظن نبدا على طول. تمام بإذن الله. أوكي، شكرا يا باشمهندس أحمد. بداية أنا منصور قشطة، أنا من مصر. درست في جامعة اسكندرية كلية الهندسة. عندي 5 سنين خبرة في بيم كوردينيشن. اشتغلت في كذا دولة من ضمنها السعودية، مصر، فرنسا، والنمسا، وفي إيطاليا كمان. ودلوقتي حاليا بشتغل في لندن في يونايتد كيندم في انجلند. وده يعني let's say ان هي الخبره اللي انا بشتغل فيها هي ساعدتني ان انا اوصل للبيلدينج انفورميشن موديل ان فيري ايزي واي. ان انا اشتغلت في كذا ديفرنت سكيل بروجكتس من ريزيدنشال لغايه ما وصلنا لل كوميرشال وميجا ميجا بروجكتس وديفرنت كمان فيزز في الاركيتكتشر ديزاين بروسيس. وبعد كده يعني هو ده اللاين اللي هو ده ان فيري شورت انتروداكشن. انا درست فين؟ اتخرجت من جامعه اسكندريه، وبشكر كل واحد من جامعة اسكندرية كلية الهندسة، لولاهم يعني أنا ما كنتش وصلت للي أنا وصلت له دلوقتي. اتخرجت في 2015 بداية من دكتور مصطفى العربي ربنا يرحمه ودكتور نجوى زكي، وبعد كده من دكتور محمد عاصم ودكتور حسن عبد السلام، بوجههم كل التحية. وبعد كده بدأت اشتغلت كمعيد منتدب في الأكاديمية البحرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في 2016. بعد كده I moved to Austria، وبعد كده اشتغلت 6 شهور as a منتدب كمان. بعد كده moved to Salford University، عملت أول workshop في البيم تكنولوجي، ودرست من 2017 ل 2019 في ماستر ديجري في بوليتكنيك دي ميلانو. وبدأت المرحلة بتاعة ال Building Information Modeling Technician من أول شركة كانت أوتوسترايد أو Construction Engineer في ميلانو سيرافالي Engineering. وبعد كده اشتغلت as a BIM Coordinator في M2 Atelier which is ديزاين انتيريور ديزاينر، ودي كانت اول اكسبيرينس ليا از بيم كوردينيتور في الانتيريور ديزاين. بعد كده بدات في البيم اركيتكت كوردينيت في الاس بي اي which is سوشيتا بروجيتاسيون انتجرالي. كانت هي عباره عن النقله بتاعت ان انا بدات اشتغل في مشاريع زي ابل ستورز وزي تاورز زي ترانس امريكا في سان فرانسيسكو، وكان كذا ماستر بلان از ويل في السعوديه العربيه. وبعد كده دخلت في يعني بدات رحلتي مع شغلي في فوستر اند بارتنر من مارش
السنة اللي فاتت as a BIM Design System Coordinator. طب ده الكونتكست بتاع المحاضرة، هنبدأ نعرف هو إيه الـ BIM Coordination أو Building Information Modeling، وبعد كده هو بيأثر في إيه في الأركيتكتشر، وإيه المعوقات بتاعته، وإيه الـ Benefits بتاعت Using BIM، والفيوتشر بتاعتنا إن إحنا متطلع يعني بنشوف إيه في المستقبل related للـ Building Information Modeling. هو إيه الـ BIM؟ كل واحد يقول لي انا بشتغل في السوفت وير ده، فانا بيم اركيتكت، بيم كوردينيتور، بيم ديزاين سيستم. محدش عارف هو ايه يعني عباره عن بيلدينج انفورميشن موديلنج. كل واحد بيبص على الناحيه من الوجهه بتاعته، او من الايمج او الانجل بتاعت كل واحد فينا. بس هو في الحقيقه هو البيم انفورميشن موديلنج هو عباره عن ديجيتال انفورميشن، اللي هي حاجه زي شيرد لكل المانجمنت. لو انا هقرا الديفينيشن بتاعي هيكون موضوع معقد جدا، انا هختصره بثلاث حاجات. هو بيمانج البروجكت بتاعي، بيمانج الانفورميشن بتاعتي، بيدير الداتا بتاعتي في شكل واضح. فهم يعني تحت مسمى المانجمنت، يعني انا البيلدينج انفورميشن موديلنج او بيلدينج مانجمنت، هو بيحاول على قد ما يقدر انه يساعدني ازاي امانج المشروع بتاعي والانفورميشن بتاعتي. وهي عبارة عن رحلة كبيرة جدا بتبدأ من الـ Early Design Stage بتاعت المشروع للـ Construction Engineer أو Construction Site أو الـ Aspect بتاعت الـ Project. ودايما في عندي الكوتس دي حلوة جدا، دايما بيبقى أي تكنولوجي بتدخل في أي مجال، في عبارة عن Architecture, Structure أو أي حاجة زي مثلا الطب أو الصيدلة أو أي مجال، بيبقى الـ New Technology دي بتحول الترند او بتري شيب هاو وي ورك. فتخيلوا لما كنا في الثمانينات بنشتغل از بنشتغل بس مانولي او بنرسم في كل حاجه، بدا المكتب الاركيتكتشر يعني متكون من فيزيكال موديل، ريندرينج، وكمبيوتر سيستم. يعني هو ده التكنولوجي بتاعتنا قبل وبعد. طيب هنبدأ في الهستر، هو ازاي بدأ. اول تول بدأت ديفولد للموديل في اخر التسعينات من واحد اسمه تشاك ايستمن. ايستمن قال انه البديل من استخدام الرسومات كبيلدينج ريكورد نقدر نقدمه عن طريق كمبيوتر سيستم، اللي بيخليني العب او اتحكم بالمعلومات المتعلقة بالديزاين. السيستم ده اطلق عليه بي دي اس او بيلدينج ديسكريبشن سيستم، اللي بيتلخص انه بيتضمن عن جرافيكال يوزر انترفيس من 2D و3D، وكمان بيتصنف ان هو بيرتب الداتابيز اللي بتدي للمستخدمين انه يصنفوا الانفورميشن بتاعها على كاتيجوري زي التايبس او ماتيريال او السبلاير بتاعها. بعد كده دخل فيها اللي هو جوناثان انجرام، اللي اشتغل في سوفت وير زي ريكاب او سوناتا او ريفليكس. والتول دي مختلفه عن الادوات المعماريه التانيه، هي عباره اضافه معلومات زي مثلا بتختار الاوبجكتس بتاعتك وبتحط كل المعلومات بتاعتك، الكوست، المانيفاكتشر ديتيلز والمينتننس. واول تول كانت الريكاب، كان معتمد ان احنا بيشتغل دايما على 2D and a half dimensional، ودايما بيمسك اتاتش الاليمنتس، كل اليمنتس للانفورميشنز بتاعته. بعد كده طور في حاجه اسمها انجرام، وبعد كده انشاوا حاجه اسمها سوناتا في ال 86. بس كانت مشكلتها ان هي محتاجه كمبيوتر تقيل وما كانتش فريندلي يوزرز. وبعد كده دخلنا على اللي هو النقله النوعيه بتاعتنا، اللي هو اسمه اركيكاد. الاركيكاد بتاعنا بدأ في 87، وكان انطلاقته اللي هو نهضة للناس اللي هو بتشتغل للبروفيشنال يوزرز، وكان للناس اللي هيوصل كمية معلومات، يعني هو بيصنف كمية معلومات كبيرة من خلال الموديل. بس من 2002 حصلت نهضة كبيرة لما الاوتوديسك اصدرت الوايت بيبر للاوتوكاد بتاعها، وابتدى الاوتوكاد يعني هو كان نقلة، حول كل مجال الشغل بتاعنا من 2D ومانوال، ابتدينا ندخل في ال 2D drawings، وبنحول كل الانفورميشن بتاعتنا از داتا. بس ما كانتش لسه الداتا بتاعتنا مفيده 100%، فدخلنا في الريفت. الريفت اللي هو اصدر كمان في 2000 مش في 2002، وكان بدايته ان هو يتعامل بس على اساس موديلنج without sharing. بعد كده دخلت الاركيتكتشر والاستراكشر والام اي بي، ودخلت كل الاليمنتس. واحنا دايما بنشوف ان هو موديلنج زي ما بنشوف في الفيديو، ان احنا دايما المودلينجز بتاعتنا لو هنمسك كل element بنشوف كل الانفورميشن، كل الداتا بتاعتنا. وهو ده التايم او الريفولوشن بتاعت الريفت، او ان جنرال ازاي ابتدت من الاول للاخر.
بعد كده هو احنا هنتكلم دلوقتي هو هيساعدني في ايه البيم. يعني انا دلوقتي as an architect يعني بقول ان هو بيم او building information modeling coordinator هو انا هساعدني فيه، ما انا برسم كويس انا بقدر اعمل كل البروجكتس without this process. هيساعدني في الايرلي ستيج ان انا اعرف اتخيل الموضوع ده، وبيعمل عندي زي predicting ان هو بيديني زي consideration للاذر disciplines زي مثلا structure engineer او مثلا الميكانيكال engineer. وبعد كده في السكيماتيك ديزاينر كونستراكشن ستيج بيبقى في عندي الانفورميشن موديل بتتبادل ما بيننا وما بين كل الاذر بارت. وفي الاخر في الكونستراكشن بروجكت بيبقى هو الوسيله الوحيده اللي هي بتسيف تايم وبتسيف كمان كوست او بتلور الكوست بتاعت البروسيس عشان نوصل البروجكت او للمشروع زي ما هو كان متصمم. وطبعا زي ما اتكلمنا اكتر من مره ان هو مش بس موديلنج، هي انفورميشن. فاي حاجه هنعملها دايما بنتكلم ان هو مش بس ريفيت از ويل، هو بنشتغل صح بنجيب انفورميشن صح بتفيدني لبعد كده في الفيوتشر، وبيديني كمان سهوله في الكلاسيفيكيشن، وبيديني سهوله في الكوانتيتي، وبيديني سهوله في ان انا اعمل زون بدل ما انا اعمل يعني هبذل مجهود مثلا عشان او اوصل انه اعد او اعمل كوانتيتي للويندوز او الدورز، انا اقدر اعملها ان وان كليك في اوتوميتد في طريقه البيلدينج انفورميشن موديلنج. ومن الريندر اللي احنا شايفينه نقدر نعمل كل الكلام ده من الموديلنج نفسه، مش محتاجين ان يبقى عندنا اذر سوفت وير ان احنا نقدر نتكلم فيها او انه يكون حد متخصص في الحاجات دي. احنا نقدر نوصل للمرحله دي من الموديلنج اللي احنا بنرسمه. وطبعا بيطلع الانفورميشن دايما مش بس از موديلنج، بيطلع از شيتس سكادجولز داتا ممكن تتصنف بعد كده وتستخدم بعد كده في كذا ستيج. وطبعا هنا في الدياجرام ده بيوضح انه البيم هو بارت زيه زي الاركيتكتشر. فانا عندي اركيتكت وعندي ديزاين اركيتكت وعندي ديزاين انجينير ستراكشرال وعندي انفايرمنتال سبيشالست وعندي واحد للكلادنج والميكانيكال انجينير، والبيم نفسه بيكون داخل في البروسيس نفسها من الايرلي ستيج. وبيبقى عباره الكونفرزيشن ما بينهم وما بين بعض متخلطين مع كل الديسبلينس، وكمان كل الانفورميشن بيحطوها جوه الداتا اللي في النص. ده نورمال ستاندرد، هو ايه الستاندرد بتاعتنا واحنا بنفولو دايما لايه. اليو كي بيم فريم ورك احنا دايما عندنا في حاجه اسمها ايزو 19650، هو ده عباره عن سيرتيفيكيت. هو المفروض ان هو كمان بتديني كل الورك فلو او الستاندردز اللي دايما بتبقى ابديتد ييرلي او مثلا ممكن بيبقى في فيرجنز ليها. والليفل اوف ديتيلز بتاعت البيم طبعا بري ديزاين، بعد كده بنتكلم في السكيماتيك ديزاين ده اللي هو المهم جدا دايما دلوقتي بيبقى مهم جدا في البيم كوردينيشن، ان هو بيبقى المينلي البيم سكوب فور بيبقى اكتر في السكيماتيك ديزاين، لانه without بيم كوردينيشن بيبقى كل سيكتور بيشتغل بالطريقه اللي هو بيتعامل بيها. وبنوصل لمرحله الليفل اوف ديتيلز اللي هي 300 او ديزاين ديفلوبمنت وانس ان احنا بناخد البلاننج سبمشن او بلاننج اكسبتنس من الحكومه او المونسيباليتي، وبعد كده بنبدا نابلاي البروجكت نفسه بنكتشف انه عندنا كميه كلاشز. فاحنا بالاهم حاجه الليفل اوف ديتيلز سكيماتيك ديزاين بيبقى انفولد البيم كوردينيشن. وبعد كده الكونستراكشن ديتيلز بنحط كل الانفورميشن كل سبيك او سبيسيفيكيشن للبروجكت سواء كان من الاركيتكتشر او الاستراكشر او الاذر سيكتورز. وطبعا في الليفل ديتيلز النهايه اللي هو اسبلت. ايه الورك فلو بتاعي؟ انا شرحت كتير قوي ان هو بيجمع كذا موديل، فهتكلم بطريقه سريعه ان هو مش بس دياجرام انه اشوف ديزاين وبروسيس بتاعت المشروع بتاعي. كل element في البروجكتس هو في واحد سبيشالست بيأد الانفورميشن بتاعته من غير البيم كوردينيشن والبيلدينج انفورميشن اللي هو الست نفسها. انا مش محدش هيقدر يعمل الكلام ده الا لما يبقى في واحد متخصص انه يقدر شيرنج يعمل الطريقه اللي يجمع كل المودلز والانفورميشن ان وان سنترال فايل. السنترال فايل نفسه بيبقى عباره عن حاجه let's say Revit، هنضرب مثال. السنترال فايل ده هو على فايل فاضي بيدخل عليه كذا
لوكال فايل او بيكونكت او بيريلينك كذا فايل، كل واحد بيشتغل على اللوكال فايل بتاعه. ليتس سي الاركيتكت شغال على الموديلنج بتاع الكور، والتاني شغال على الكلادنج، والتالت شغال على الانتيريور، والرابع شغال على الكولمز. بيجمعهم البيلدنج انفورميشن بيم كوردينيتور في بيس بوينت. البيس بوينت دي عباره بس على 3 دي موديل. ال 3 دي موديل دي بتتلخص انه انا بطلع من ال 3 دي موديل انفورميشن او داتا. الداتا دي بتستخدم انه انا بسلمها للكلاينت وللكونستراكشن كونتراكتور والكونسلتنت. وبعد كده الكلاش ديتكشن في البيم هو ده الاذر تايب اوف، يعني هو اذر سيكتور لينا از بيم كوردينيتور. في الاول انت بتكريت الشيرنج، بتكريت الـ بتبدا تنشئ البروسيس نفسها والداتا نفسها، الشيرنج بوينت بتاعتك. وبعد كده لما الناس تبدا تعمل المشروع او تبدا في البروسيس، بيبقى في عندي حاجه اسمها كلاش ديتكشن، وهو ان هو في حاجات بتبقى اوفرلاب مع حاجات. فانا مهمتي كمان انه انا بعملها ويكلي، انه انا لازم اتواصل مع كل السيكتورز، اقول له عندي انا مشكله هنا، انا اي فاوند ذس بيلدينج. فاكيد طبعا احنا مش هنعملها مانوالي، لانه بيم كوردينيشن دايما بيحاول على قد ما يقدر يوصل للمرحله اللي هي ازاي اقدر اعمل الحاجه دي باسهل طريقه واسرع وقت من غير اي مجهود، لانه هو دي التكنولوجي اللي احنا بنستخدمها. ايه المعوقات بتاعتي؟ اولا هي مهمه جدا ان احنا ما بنحبش دايما ان احنا نغير العادات بتاعتنا. دايما وانس ان انا اشتغلت على الاولد فاشن، ليتس سي ان انا اشتغل على 2D وعندي 3D موديلر هو اللي بيعمل 3D موديلنج، وده ان هو مش كونتاكت مع 2D drawings بتاعتي، فانا مش قادر اغير الهابت بتاعتي ان انا ادخل وابدا اعمل شغل جديد مش متعود عليه. وطبعا في كمان عندي limited budget، وفي كمان اللي هو الستاندردز. انا مش عايز اوصل انه واحد يقول لي you have to do something like this، او مثلا لازم تعمل الخطوات دي بالwork flow ده، ما ينفعش تعمل الحاجات دي out of the line. وايه اللي هيفيدني؟ يعني هو ايه اللي بيفيد انه البيم بالاول في الاخر؟ هو بيفيد البيم انه هو بيخليني انه أطور البيزنس بتاعي بشكل سريع جدا، بداية من البيلدينج سيرفينج، بداية لما أنا أعمل سيرفينج للبيلدينج بتاعي للأركيتكتشر، وإزاي أحط السيستمز بتاعتي جوه المبنى من غير ما أبدأ لسه البناء، وكل الكلام ده وتصنيف كمان الانفورميشنز اللي قدامي من غير، وكمان سيميوليشنز بكل الانفورميشنز دي قبل ما أبدأ بناء للمشروع. فكل الانفورميشنز بتاعتي بالكوانتيتي سيرفينج بالكوست بكل الكلام ده، انا عندي ان فيري بيج داتا سيت موجوده، وكانها ورك فلو، انه انا هقدر اعرف امتى البروجكت بتاعي هيبدا وامتى هينتهي، وايه المعوقات، وايه البادجت بتاعتي، وقد ايه محتاج قد ايه محتاج وقت عشان ابدا المشروع ده، وقد ايه محتاج وقت عشان تهي. ودايما مش بس في الاركيتكتشر، في الاركيتكتشر ستراكشر والميكانيكال انجينير، وكمان في التيوب. ودايما لما كنت بشتغل في شركه الاركيتكت الاوتوستراد، انا كنت دايما بتخيل التانلز نفسها واحنا بنعمل الموديلنج انفورميشن قد ايه ان هي ديتيلز اكتر من الاركيتكتشر ان جنرال. وايه البنفيتس بتاعت؟ زي ما قلت ان هو فاست ديليفري، وبيعندي سرعه جدا في الامبروفمنت للاكسبورتس. ودايما بدل ما انا ابعت 1000 بي دي اف شيتس للكلاينت، انا اقدر ابعت له الموديلنج وابدا وطبعا هبعت له، يعني اكيد مش هنضطر ان احنا نلغي الاولد واي، وهبعت له برضه البي دي اف من الموديلنج نفسه. وكمان في اللور كوست، ان هو طبعا مش هيكلفني في وقت، لانه انا لما بستغل الوقت الاقل من كده، بدل ما اعمل بروجكت وهوظف 30 او 40 شخص، ال 30 و 40 شخص دول بيشتغلوا خلال من 3 شهور لاربع شهور عشان يطلعوا لي دروينج سيت. هم ال 30 شخص دول يقدروا يعملوا البروجكت ده بالبيم ورك فلو ان ليس ذان 1 مانث. فانا بلور الكوست للكلاينت نفسه. و لاست تايب او شابتر عشان ادي مجال للناس ان هي تسالني، وات از ذا فيوتشر اوف بيم؟ احنا دايما الناس بتتخيلها ان هو لما بيبقى في حاجه ريليتد للتكنولوجي
ان هي هتمسح الهيومن او هتمسح القدره البشريه في انه كرييت اي حاجه. احنا دايما التكنولوجي بتساعد او بتحاول بتبقى هي عباره عن الامبروفمنت اللي هي تساعد البني ادم ان هو يوصل للحاجه اللي هو عايزها باسهل طريقه باسرع واي وبلو كوست. فهو دي المهمه اللي احنا بنحاول عليها دايما. مثلا الارتفيشال انتليجنت او الاي اي او الكلام ده اللي هو دايما دلوقتي ترندز عندنا، هو مش بس بيجي عشان يلغي قيمه الاركتكت اللي عندنا. without الاركتكت without structure engineer without الميكانيكال engineer this project is not getting like، مش هناخد project، ما عندناش اصلا type of project. والفيوتشر او الفايده الكبيره من البيم انه احنا بنخلي الكلاينت نفسه يتخيل البروجكت من قبل ما يبتدي، وهو يستمتع ان هو يشوف البروجكت بتاعه بكل الانفورميشنز بتاعته. ودايما بنشوف البروجكت زي مثلا ايربورتس معقده بكل الداتا في كل الموديل اللي احنا بنشوفه ده، على كل بيم على كل element في البروجكت ده ليه انفورميشن وليه داتا وليه بارامترز وليه برايس وليه كمان سبيسيفيكيشن، ومنين جايه البرودكت ده وايه السبلاير وايه المينتنس بتاعته. ازاي نانتجريت مع البيم؟ هو البيم دايما بيبدا الليفلز بتاعته من بيم تكنيشن زي ما ابتديت انا، وبعد كده بيم كوردينيتور بيبقى يشتغل از بيم تكنيشن ويحاول يكوردينيت مع اذر ديسبلينز، وبعد كده بيجي بيم ديزاين سيستم كوردينيتور اللي هو بيكرييت المانجنج او الداتا سيت بتاعت الورك فلو بتاعت الشغل، والسينيور بيم كوردينيتور اللي هو بيبدا يشتغل على ستاندردز بتاعت البروجكتس، وبعد كده الليد اللي هو بيليد اكتر من بيم كوردينيتور بيحاول على قد ما يقدر يتعامل كمان مع البروجكت ليدز. وفي عند المانجرز من ديليفري تيم للاوبريشن سيستم للاي تي مانجر، وبعد كده الهيد اوف بيم. ايه السوفت ويرز؟ في عندي 100 بس انا اي بيك 5 لانه انا اشتغلت فيهم قبل كده، هو الريفت والاركيكاد. مينلي الريفت والاركيكاد، الاركيكاد هم نفس السكوب فورك، وبيجي لي نافيس وورك اللي هو مينلي بيبقى على الكلاش ديتكشن مع السوليبري. السوليبري مشكلته ان هو مش يوزر فريندلي، صعب شويه comparing مع النافيز وورك ان هو بيبقى easy to understand with Daleks. والconclusion بتاعتي هو بثلاث نقاط، اللي هو البيم نفسه هي طريقه، الطريقه دي بتمانج كل المشروع virtually وبتساعدني على قد ما اقدر انه اخلق المشروع بتاعي avoid the clashes between different sectors، وان هو بيحاول على قد ما اقدر يديني البرفورمانس بتاعت الاوبريشن بتاعت المبنى بشكل متطور. واكتر حاجه كويسه ان هو بيدين المشروع بيسلمه باسرع وقت وبيرديوس ريدوس كوست، وبيبقى في عندي كميه ريليشن شيب بين الكاستمر والكلاينت مع الـ مع الـ مع الديزاينر، وبيساعدهم على قد ما يقدر يتخيلوا البروجكتس ستيب باي ستيب. ودي الريفرنس اللي انا خدتها عشان اعمل البرزنتيشنز. طبعا انا هشير كمان البرزنتيشن مع باشمهندس احمد، وممكن كمان هو يعمل له داونلود للبيج الاساسيه. وانا يعني شكرا جزيلا ليكم لاستماعكم، حاولت انه اعملها سريعه جدا عشان ادي مجال للناس ان هم يسالوا، ومبسوط جدا لو اشوف اسمع راي الناس. وفي الاخر يعني هو في النهاية الأخيرة إنه إحنا في مصر إحنا بنشتغل كتير جدا في بيم كوردينيشن، بس للأسف ما عندناش الطريقة الصح إنه إحنا هنبدأ إزاي. دايما كل الناس بتشتغل في بيم وكل الناس بتقول أنا بشتغل بيم، بس محدش عنده الطريقة إن هو يعرف هو بيشتغل صح ولا لأ. في شركات كبيرة طبعا بتشتغل ب very very good way وبطريقة متطورة جدا، وطبيعي ده بيبين إن إحنا في لندن كتير قوي من مصر في المجال البيم كوردينيشن. وشكرا جزيلا لكم.